بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مدير مركز التنمية الاجتماعية أستاذ ماهر الفايدي. اليوم نتشرف بإقامة الإفطار الثالث لذوي الإعاقة بالشراكة مع مركز مهارات التطوعي، فنسأل الله أن يكتب الأجر للجميع، ونحن ضيوف لهؤلاء الفئة الغالية علينا، فلهم منا كل التقدير والاحترام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سعدنا هذا اليوم المبارك الموافق العاشر من رمضان لعام 1445 في مركز التنمية الاجتماعية في المدينة المنورة، وتحت إشراف إدارة تنمية المجتمع في المدينة المنورة، باستضافة ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم، بمشاركة مركز مهارات التطوعي والجمعيات المختصة بذوي الإعاقة وأسر ذوي الإعاقة في إفطار جماعي. نسأل الله عز وجل أن يكتب لهم ولجميع المشاركين ولجميع المتطوعين ولجميع الإعلاميين والحاضرين الأجر والثواب، وهو السميع العليم. أخوك عليان علي الرشيد، مركز التنمية الاجتماعية في المدينة المنورة. الدكتور محمد علي ذبياني، مشرف وحدة ذوي الإعاقة بالجامعة الإسلامية سابقا ومستشار جمعية جسر للأعمال التطوعية. حقيقة اليوم نحن في مناسبة جميلة جدا، قد تكون فيها الكثير من العواطف الجياشة، لا سيما ونحن اليوم في مناسبة الإفطار السنوي الثالث بصحبة ذوي الإعاقة، أبناءنا من ذوي الإعاقة. واليوم عندما يقوم مركز مهارات بالتعاون مع مركز التنمية الاجتماعية في هذه المناسبة الجميلة، ونحن يعني نرى لفيف من الأبناء والبنات من ذوي الإعاقة، حقيقة إحساس جميل ورائع، لا سيما نحن في شهر كريم وهو شهر رمضان المبارك. وفي هذا الشهر يعني سبحان الله، يعني تكون العواطف جياشة ومناهل الخير كثيرة، لا سيما ونحن يعني نتلامس ومن خلال هذه العواطف مع أبنائنا ذوي الإعاقة. هذه المناسبة يعني أنا أرى أنها مناسبة يعني تعطي زخم عاطفي قوي لذوي الإعاقة، تعطي نوع من أنواع الإحساس بأننا معكم وأننا دائما وأنتم دائما في قلوبنا. لذلك يعني تأتي هذه المناسبات الجميلة مثل الإفطار وغيره، هو نوع من أنواع يعني الزخم العاطفي القوي الذي يعني يكون في قلوب المجتمع وقلوب أفراد المجتمع نحو هذه الفئة الجميلة من ذوي الإعاقة. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع، وشكرا للقائمين على هذا الموضوع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. سعداء بتواجدنا اليوم في هذا الملتقى الجميل، وهو برنامج الإفطار الثالث الذي يقيمه مركز مهارات بالتعاون مع مركز التنمية الاجتماعية لهذه الفئة العزيزة على قلوبنا، والتي نأمل من الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه المناسبة لها الأثر النفسي الكبير على هذه الفئة. ونتقدم بالشكر الجزيل فعلا لمركز التنمية الاجتماعية على هذه البادرة الكريمة التي تتكرر كل عام، ونأمل من الله سبحانه وتعالى أن تلقى هذه الفئة كل الدعم كما كانت تدعمها الدولة في جميع مجالاتها وتوفر لهم جميع الخدمات. صلى الله لهم التوفيق والعون والسداد. دكتور فهد حامد الحازمي، مستشار أسري وتربوي. أعجز عن أدائها وعطائها المثمر، والله العظيم والله. طبعا استاذ ماهر مدير مركز التنميه الاجتماعيه في وزاره الموارد البشريه، الله يحفظ لكم. بالعكس محل ترحيب، واحنا بالعكس نتشوق لدعاتكم ولمساتكم في المجتمع. الله يبارك فيكم، امين، يبارك فيكم وما نستغنى طبعا.
عمل يكون له أثر صراحة يعني يكون مثلج على الصدر. الله يكرمك، شكرا جزيلا، وتشرفنا ان شاء الله باذن الله بجمعيه جنى. الله يحفظك استاذ. طيب احنا جمعيه جنى لتاهيل الفتيات ذوات الاعاقه في المدينه المنوره. احنا اول جمعيه في هذا المجال، بنهتم في الفتيات تاهيلهم وارشادهم من عمر 14 سنه فما فوق، بنعطيهم ورش عمل، فما شاء الله بتخرج من تحت يدهم ابازير، دقه مديني، صباح، طباعه كمان، وكمان برضو بيسووا لنا منتجات تمور ما شاء الله تبارك الله فاخره عمل أيديهم، والحمد لله. الله يا رب إن شاء الله يكتب لكم الأجر، وشكرا لكم إنكم دعيتونا. فاطمة حسن، علاقات عامة، جمعية الجنة. الله يحفظك يا هلا. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم محمد أزهر، مصمم جرافيك من ذوي الإعاقة. صراحة ودي أشكر جميع المشاركين، وخاصة شكر خاص لمركز مهارات للعمل التطوعي ومركز تنمية الاجتماعية ورمضان كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نوال عبد الرحمن القليطي، عندي لوحات فنية نشارك فيها بجميع احتياجاتنا الخاصة، سواء كراسي متحركة، سواء أبكازات، سواء مجرى مسار للعربيات، سيارات محتاجينها، فأغلبية احتياجاتنا. طبعا نحن بنعاني من حكاية زي كذا مستوصف مثلا، يحولوك على مستوصف الحي ما يكون فيه يعني مسار وكله درج، تيجي للأسررة حقة الأطباء بدرج لازم تطلع، يعني يبغى لك يعني وقت حتى تطلع فيه، يعني عندك المساجد محتاجين السيارات لأنه ما إحنا قادرين نتواصل مع الناس ونروح ونيجي مع بعض. طبعا هنا عندك القلب، إنه هو يعني محتاجين القلب حنون يمد يده لنا، يعني ياخذ بيدنا. طبعا جميع احتياجات، ان كان بطاريات للعربيه، ان كان اشياء للصيانه، ان كان اطراف صناعيه، ان كان بالنسبه للصوم والبكم، بالنسبه للعصا البيضاء للمعاقين. ف يعني حطيت لخصتها كلها في اللوحه هذه، وان شاء الله انها تعجبكم. اللوحه الثانيه هذه ما شاء الله، اللوحة الثانية إنها بتحكي عن رمضان زمان، وهي بتفتكر أيام زمان كيف كانوا الناس جيران يبغوا يجيبوا يعني الفطرة لجيرانهم، عندك الفطيرة حقت اللي على الصاج، خبز الصاج، المدفع حق رمضان، طبعا الروشان، عندك الأشياء التطريز اللي كانوا يعني يكونوا شاطرين فيها الحريم زمان، بيسووها يسووا في البيت المساند والأشياء حقتهم، طبعا اللي هو البير ياخذوا منه الموية، فكانت كلها يعني تحكي عن رمضان زمان. فبس شكرا لكم، حساباتكم في وسائل التواصل. اي أيوة والله. اسم مين؟ نوال القليطي. نوال القليطي الانستغرام. ايوه انستغرام وتيك توك. الله يجزاكم خير، يعطيكم العافيه وتابعوني. السلام عليكم. ما شاء الله تبارك الله. هلا 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 والله، مساكم خير ان شاء الله. الله يحفظك، ما شاء الله، مساكم خير، الله يكتب اجرك طيب، الله يديكم الصحه والعافيه، يكتب لك بالاجر جميعا. الله يسعدك، الله يحفظك ابو محمد. يا مرحبا يا والله، الله يسعدك حبيبي، ما شاء الله في التطوع في الامطار في كل شيء، ما شاء الله عليك. نحن الله يكتب الاجر يا رب لنا جميعا يا كريم. الله يحفظك يا فراس. شكرا لك. الشباب هنا ما شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. تعرف عليك يوسع الساف الحربي. وانا محمد أزهر. محمد أزهر. عليان الرشيد. عليان الرشيد. عليان الرشيد. حياكم الله المستشار إبراهيم بكر مسعود. حياكم الله.
الله يحييك. دكتور محمد الدبياني. محمد الدبياني. فهد الحازمي الله طال عمرك. فهد الحازمي الله يسعدكم. السلام عليكم. ما شاء الله عساكم على القوه ان شاء الله. ماجرين كسب ولا اجر. انا اجر كبير والله. الله يبارك. ما شاء الله تبارك الله. والله ونعم. عساكم على القوه ان شاء الله. علم على راسي هنا ما شاء الله. الشيخ خنوف عاد هذه طبعا من القيادات في يعني صراحه في العمل التطوعي في الخدمه الاجتماعيه صراحه لها ابداعات كبيره جدا صراحه نشكرها دائما على جهودها التطوعيه معانا متطوعه على مدار سنوات ما هي سنه في خدمه ذوي الاعاقه في التوظيف في التدريب في التاهيل بشكل مباشر الله يعطيها العافيه ان شاء الله. اينما يكون العمل التطوعي تكون موجوده. اي والله الله يعطيها العافيه ان شاء الله. الشباب طبعا فريق بواسل التطوعي من ثانويه الامير عبد المحسن حياهم الله جميعا صراحه منوريننا وعندهم فعاليه كانت عندهم قراءه متجوله في الحدائق هذا ترى فكرتهم ومبادرتهم ما شاء الله يعزز الدور القراءه في الحدائق في الاماكن العامه فالله يعطيهم العافيه شرفونا اليوم والله ما شاء الله تبارك الله. الشيخ محمد ازهر تفضل استاذ محمد. استاذ محمد ازهر طبعا طيب مساكم بخير طيبين الله يعطيكم الله يعطيكم العافيه ان شاء الله حياكم الله جميعا الله يعطيكم العافيه بالعكس محمد الله يعطيكم العافيه. انا ايش ودي انا اقول لها شكرا مو هي تقول لي شكرا يعني انا ودي هي اللي اقول لها شكرا هي بتثني والله جزاها خير يعني هذه ترى مشاركتهم يعني مع افراد المجتمع ترى لها لمسه ولها واقع على القلب اكيد اكيد ايه فترى يحس ان المجتمع معاهم وانهم هم يعني احنا منهم هم منا جزء من اعضاء المجتمع يعني ما في اي فرق بيننا وبينهم سبحان الله صحيح بالعكس مشاركه هم عندهم ابداعات ترى والله العظيم انها تثبت الصدق صادق 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 استاذ نهله الجمال أعجز عن أدائها وعطائها المثمر والله العظيم والله طبعا الأستاذ ماهر مدير مركز التنمية الاجتماعية في وزارة الموارد البشرية الله يحفظ لكم بالعكس محل ترحيب واحنا بالعكس نتشوق لابداعاتكم ولمساتكم في المجتمع والله ينفع فيكم ونبارك فيكم وما نستغنى طبعا الله أشهد أن لا إله إلا
أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. هي على الصلاة، هي على البلاء، فإقامة الصلاة، فإقامة الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله الثالث للاشخاص ذوي الاعاقه وجمعهم مع المجتمع في المدينه المنوره. نرحب بسعاده الاستاذ الدكتور فهد الحاسبي، اليوم راح يبقى علينا اثراء معرفي بعنوان في بيتنا حاله. حابين انه جميع الحضور يعني سمعوا تسمعوا هذه الكلمات وهذه المعرفه اللي حاب يطرحها الاستاذ فهد الحاسبي. هو طبعا يعني استشار سني وغني عن التعليم، لكن ان شاء الله يكون لقاء خفيف ولطيف عليكم جميعا. والله يعطيكم العافيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم لا سهل إلا ما يسرنا ولا تجعل الحزن إلى شيء سهلا. اللهم سلمنا أمورنا ووفقنا شهر إن شاء الله الذي بلغنا أمر هذا الشهر يبلغنا آخره ونحن بخير وسلامة وصحة وعافية يا رب. كما نقدم الشكر الجزيل لمركز التنمية الاجتماعية ومهارات على هذا البرنامج الرائع السنوي الذي تقيمه هذه المجموعة ما شاء الله تبارك الله. كلنا فخر وكلنا اعتزاز بتواجدكم وأنتم بخير وبركة وأنتم الذين أنا خلالكم ومشتغلين أنتم الذين تثبتون لنا أن الحياة جميلة جدا جدا بوجودكم فيها. أنتم داية الطقوس، أنتم منارات البيوت، أنتم النور الكامل لنا، أنتم لولاكم نحن لم نكن، أنتم لنا كالجامعات التي نتعلم فيها، أنتم لنا الكل والكل، فحياكم الله جميعاً وأهلاً وسهلاً بكم. هذا البرنامج إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى لفتة كريمة للأسر
وكيف يجب أن نتعامل مع هذه المجموعة الأنيقة لحياتنا، المجموعة ذات القيمة، المجموعة التي تبث لنا السعادة في حياتنا. العنوان في بيتنا حالة كيف نتعامل معها. أنتم من يحددون كيف نتعامل مع هذه الحالة. نحن المحتاجون لكم نسلوا المحتاجون لنا على الله سبحانه وتعالى. والله نحن المحتاجون لكم أكثر من أي أحد ثاني. فأنتم لنا كالنور للعين وكالبصر. نستبصر بكم الحياة ونرى بكم خالق هذه الدائرة. دائرة الناس المعافين. دائرة فأنتم العافية كلها لنا. بفضل الله سبحانه وتعالى. وأنا أعتبر البيت اللي يوجد فيه إعاقة ذوي إعاقة جدا، وإن كان بعض الناس لا يحب كلمة الإعاقة، بل الإعاقة هي إعاقة العقل، إعاقة عدم التصرف، إنما أنتم بوجودكم في هذا المكان أثبتتم للناس كلهم أن الإعاقة خارج هذا المكان، ليس في هذا المكان. بفضل الله سبحانه وتعالى، لم يعقبكم شيء أبدا أبدا، فأنتم كبار بعقولكم، أنتم كبار بتفكيركم، أنتم كبار بسلوكياتكم. فنسعد بتواجدكم، والله معنا سعادة كثيرة في الدنيا. وأنا يعلم الله سبحانه وتعالى حينما تكونون أنا أكون موجود وتغطيني السعادة بفضل الله سبحانه وتعالى بتواجدي معكم. فأنتم منا ونحن منكم. برنامجنا اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى سوف يكون خفيف ظريف. البرنامج يقدم في 4 ساعات، احنا اختصرنا يمكن في 45 دقيقة و 40 دقيقة، حنقدم شيء لهذه الفئة وللأسر. الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن فعلا نكون متحدون مع بعضنا في كل الحالات وفي أحوالنا. هناك رسالة جميلة جدا جدا من أحد ذوي الإعاقات يقول: شاهدوني بعيون القلب. خليني أنزل كده معاكم. يقول: شاهدوني بعيون القلب. وهل القلب عيون؟ نعم. هل القلب عيون؟ نعم. جوارحه. نعم. هل القلب عيون؟ نعم. القلب عيون. نعم، له عيون. هل القلب عيون؟ يا سلام يا سلام، تحية تحية تحية، شيء جميل وكلام يقول ما شاء الله تبارك الله. طبعا احنا عندما نشاهد الاشياء نشاهدها بحاجتين. الحالة الأولى أو الحاسة الأولى النظر. والحاجة الحاسة الثانية البصر. ما الفرق بين النظر والبصر؟ ما الفرق بين النظر والبصر؟ نظر العيون وبصر القلوب. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. ايش كمان مالك؟ ايش الفرق بين النظر والبصر؟ المصيرة. يا سلام. كيف يقول الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. إذا احنا عندنا الحاسة نفسها إما تكون نظر أو تكون بصر، إما نظر أو بصر. متى تكون نظر ومتى تكون بصر؟ لو انا الان دخلت على الباب هذا، دخلت عليكم، طالعوا فيها ورجعت على طول، سالتكم ايش كان في جيبي؟ ايش في جيبي؟ ايش في جيبي؟ ما حد انتبه، ويمكن واحد انتبه اللي بجيبي. هذا التفاصيل لو سألتك عن بعض التفاصيل اللي فيها يمكن ما تجيبها. ليش؟ لأنك نظرت فقط بإيش؟ بالنظر، مشاهدة الأشياء بدون العقل. النظر مشاهدة الأشياء بدون العقل، يعني بدون تركيز. هذا النظر. طيب البصر؟ بتركيز. مشاهدة الأشياء بإيش؟ بالعقل والتركيز. البصر مشاهدة الأشياء بالعقل والتركيز، تركز عليها. لو سألك الآن قرر فيها كذا واحد يقول لي سكنر، يمسح لي من فوق لتحت سكنر، يعني ركز فيها لمدة ثانية واحدة،
شيء فيه، ركز النقطة الثانية واحد. خلاص ركزت؟ ايش لون القلم اللي في جيبي؟ ذهبي ولا رصاصي؟ فضلك. ايش لون الشباب حقي؟ ايش لون الساعة؟ ايش لون انا متركز عليها؟ تمسحها عشان كذا الله سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، يعني لما نشوف شيء لا تمسح، النظرة الأولى لا والنظرة الثانية ما يلحق. تنظر نظرة عالية، لكن لما تكون بالبصر لو بثانية واحدة سيارة من عندك تفصلها، هذا انت نظرت لها بالبصر. طيب كيف يكون النظر بالقلب؟ لو انك ولا بنتك ولا اي حد تقول لها بابا انظر لي بعين قلبك، لا تنظر لي بعين بصير بصرك ولا بنظر؟ كيف يكون؟ ها؟ بالاحساس. ايوه نعم بالمشاعر. احنا كلنا عندنا افكار ايجابيه وعندنا افكار سلبيه، صح ولا لا؟ كيف انظر لاي شخص من ابنائي في البيت او اي حاله عندي انظر لها بعيون القلب؟ انظر للسلوك الايجابي بالبصر، والسلوك السلبي انظر له به انظر له بالنظر، اشاهده بالنظر. يعني لما نشوف ولد يسوي شيء مثلا، انا عندي مثلا ولد عنده توحد، خلاص؟ مع التوافق من الضغط هذه حال، هذا طالع من ليش هذا شكلي، هذا في واحد صفر البيت هذا الشيء قال هذا ما يجلس، هذا مو عادي، هذا مو مؤدب. لا المفروض هذا السلوك انا ما طالعه ابدا نهائيا، اطالع للحاله اللي هو فيها، انظر للحاله بالبصر، انه هذه الحاله اللي عنده هي تحكم على هذا السلوكيات اللي قاعد يسويها. دائما لا ننظر للسلوك، يجب علينا دائما
أن ننظر لأبنائنا وننظر لهم بعيون القلب. عيون القلب أن تنظر للحالة، للحالة اللي فيها صاحب الحالة هذه، تنظر له بالأشياء الإيجابية بقصد، والأشياء السلبية تنظر بالنظر يعني مشي تغافل تجاهل، بكذا أنت تستطيع التعامل مع ابنة بإذن الله سبحانه وتعالى. في كل موقف من مواقف حياتنا الآن عندنا مشكلة كبيرة في التعامل. في كل موقف مر علينا عندنا مشكلة كبيرة كبيرة، كلنا الأشخاص الموجودين هنا، كلنا سواء دكتور، معلم، أب، أم، أي أحد، عندنا مشكلة في التعامل. تعرف وش هي المشكلة؟ المشكلة إنه لما يصير موقف إحنا ما نعقلنا المشاعر، ما عندنا عقلنا للمشاعر. الآن لو واحد أنا ماشي بالسيارة وسقط علي، أبسط سلوك أسويه أنا شو؟ يا أسوء، يا تطبيق، يا وقف السيارة وأنزل عصاية السيارة وأضرب الشخص هذا ولا نقعد بالضارب في الشارع، حتى بعض الأحيان وصلت إلى درجة القتل. هذه مشكلة كبيرة جدا جدا. إذا كيف نتعامل مع هذه المواقف؟ لازم نعقل مشاعرنا، كيف نعقل مشاعرنا؟ إذا صار أي موقف ما ترد على طول. أعطي مساحة للحرية، أعطي مساحة للتفكير. عندما يصدر من عندك في البيت أو أي معاق عندنا أو عندنا من ذوي الإعاقة أي سلوك، لا تنتظر منه. يجي واحد يقول مثلا في عندك مثلا واحد عنده إعاقة عضلة متعددة، الريق ينزل منه لما ياكل نثر على ملابسه. يجي واحد يقول الأسرة هذا مين يهتم فيه؟ الأسرة فيها والأسرة فيها والأسرة فيها والأسرة فيها، مين يقول الكلام هذا؟ مين يقول؟ الأسرة قائمة بواجبها، لكن الحالة اللي هو فيها نحكم عليها. لو عقلنا المشاعر شوية وفكرنا ودخلنا مساحة للتفكير كان نغير نظرتنا، نقول الله يعينهم، الله يساعدهم، ما شاء الله تبارك الله، نفتح لهم باب من أبواب الجنة، يعني يتمتعوا فيه، يا رب ما بينهم وبين الجنة إلا بالطاقة، يدخلون الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا أمر مهم جدا جدا للتعامل. أي موقف ما رد على طول ولا نلتفت فيه على طول، نحكم المشاعر، نحكم المساحة. إذا صبرنا دقيقة دقيقتين نفس السلوك هذا يرتفع من الشعور إلى العقل، يكون العقل يكون ردة إيجابية. لكن لو ردينا شفت المدير في الاستجابة تتفجر يكون ردنا كله خاطئ. هذا بالنسبة لعيون القلب. طيب في حالة الإعاقة، وأنا أبغى أسمع من الأخوان هنا والأخوات، في حالة الإعاقة بناتي هنا، ايش الشيء اللي ترى انه الاسره تكسر فيه حاجز الاعاقه؟ كيف تكسر الاسره حاجز الاعاقه هذا؟ كيف تكسر؟ يعني يعرف يتعامل مع الانسان ذو الاعاقه والحقوق، يتعامل معاه والعائله نفس الكلام والبيئه كلها نفس الكلام. ايش يحتاج العائله والاسره عشان تتخطى هذه المرحله وتكسر حاجز الاعاقه في الاسره؟ شيء جميل. يا سلام، الصبر على الشيء اللي هو فيه. كابتن ماجد، يا سلام يا سلام. ماجد ما شاء الله تبارك الله موجود حاضر في كل مكان. Yeah.
السلام ما شاء الله تبارك الله. الأخوان في أحد عنده تعليق؟ تفضل. طيب كتبنا الدوري الآن كلنا ¿Qué?
يلقاه وسوف يكسر الحواجز كلها ويستطيع أن يعمل مما يعمل الآخر. والله أنا دائما أذكر مثلا زرت مرة معهد التربية الفكرية، يعني تعرف ايش معنى معهد التربية الفكرية؟ يعني معاهد فكرية معاها عوامل تتعلم. وجدته شخص صالح يسوى أشياء لا يمكن احنا الناس العاديين يسووها، إعاقة كاملة عندهم يعني كاملة، إعاقة كاملة لا يعني شيء غالب. لكن لما أعطيناهم الثقة بدأوا يشتغلوا. كان واحد فيهم يسوي ثعبان، والله ما تقدر تحط يدك جنب الثعبان بالصلصال، يسوي ثعبان بالصلصال حتى لسانه والشفتين طالع إلى خاف منه، لألوان شيء عجيب جدا جدا. هذا متى لما تعطيها الثقه. احنا محتاجين الثقه. شوفوا اذا لاحظتم اذا لاحظتم مع مرور الثقه انتزع الثقه في نفسه، كل واحد ينتزع الثقه اللي هو يلقاها نفسه. تستطيع ولا ما تستطيع؟ كل واحد يستطيع. وريهم انت ايش تقدر تسوي. لا تتكاسل، لا تسلم نفسك. استاذ عبد الله عندنا ما شاء الله تبارك الله، وانا مو استاذ عبد الله جمعيه رؤيه. الاستاذ عبد الله هنا اكبر نموذج معانا ما شاء الله تبارك الله، لا اله الا الله جميعا على راسه، لا اله الا الله. ما منعه ما شاء الله تبارك الله ان هو ذو اعاقه بصريه، لكن يسوي شيء ما احد يسويه. هذه نماذج مشرفه، كلكم نماذج مشرفه عندنا. انا خايف على الاخوات عندهم نماذج وكذا وكذا. انا حصلت يعني مره جيت مستشفى ذلك كان عندهم قسم الطبي، كان قسم الطبي يوم هناك عندهم امراض عندهم شيء يسوون فيه بعض الاشياء، والله شيء عليهم. الآن هنا في مكة الكلمة الاجتماعية هم من القوم الذين تواصلوا معنا في كل شيء في الكلام، تواصلوا معنا الأماكن التي لكم فيها حقوق، ترى لكم حقوق كثيرة، لكم سيارات، لكم عواطف، لكم إعانات، لكم 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 أشياء كثيرة. أهم شيء ما تطلع من هنا أن أنت تغير الثقة بنفسك، يقول أنا واثق في نفسي. نبردد الكلمة، أنا واثق في نفسي. سواء عندك إعاقة ولا ما إعاقة، الإعاقة إذا أنت ما أنت واثق في نفسك مهما كانت الصحة عندك فأنت تعتبر نفسك معاه. لذلك كل واحد لابد أنه يجدد الثقة في الناس حتى يكون لديه إنجاز في الله سبحانه. الآن في مرحلة مهمة جدا 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 مفصلية، عشان ما أطول عليكم لأنه الآن تكون مرحلة تشريعية ويمكن حاجة أنكم تنتهوا. عندما نتعامل مع ذوي الإعاقات أو مع أبنائنا في البيوت، لما عندي 5 أطفال هل أتعامل مع كل واحد فيهم بنفس التعامل؟ لا. إذا نحتاج أن نعرف كيف نتعامل معهم. في واحد ألف كتاب اسمه لغات الحب الخمسة، قعد 45 سنة يتابع حتى ألف هذا الكتاب لغات الحب الخمسة. إذا نحن محتاجين نعرف ايش هي لغات الحب، ليش نعرف لغات الحب؟ لأنه كل واحد من أولادنا له لغة، له مفتاح. لازم أفتح عقله وقلبه بهذا المفتاح. لازم أفتح عقله وقلبه بهذا المفتاح. سواء عندي إعاقة ولا ما عندي إعاقة. ايش هي لغات الحب الخمسة؟ هذه رهبة خماسية. ها؟ اسمعي. ايش هي لغات الحب الخمسة؟ مين يعني عنها شيء؟ اسمعي. أول لغة في لغات الحب الخمسة أسمعني. 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 ايش يعني أسمعني؟ أنت عندك 5 أولاد. ممكن تجيب الواحد هدايا، تقدم له هدايا كثيرة. وتعتقد انك انت فتحت قلبه، ياخذ الهديه يكسر. يقول واحد انا ثري. ثري يقول ثري 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 جدا جدا، عندي زوجتي موفر لها كل شيء، ورواتب، ومعطيها فلوس، وسواقين، وسيارات، لكن اشوفها مين سعيد. مين سعيد ابدا. واحد دحين يجي يقول لي ايش الدلع حقها؟ ايش الترفيه حقها هذا؟ كل الرفاهيه هذه عندها، وبرضها مين سعيده؟ ايوه مين سعيد.
ليش؟ في شيء مفقود داخل حياتها، لغة الحب ما وصلت لها صحيح. اللغة اللي هي تبغاها ما حصلت عليها، هي حصلت على أشياء ما هي لغتها. فقلنا لغة الحب هذه عندها، اسمعني، كم مرة قلت لها أنا أحبك اليوم؟ يمكن ما قال لها ولا مرة أنا أحبك. هي تبغى تسمع كلام، تبغى تسمع مدح، تبغى تسمع ثناء. أنا أقول لكم أي أحد في البيت عندكم لازم إذا تعاملت معاه لا تقول له أنت مدلع، أنت ما يكفيك شيء، أنت معناته أنت لما تعاملت معاه ما عرفت لغة الحب حقه، ما حطيت يدك على لغة الحب، ابحث عن لغة الحب. إذا كان هو من الناس اللي يبغى يسمع مدح وثناء أمدح وأثني عليه، والله لو أعطيته المدح هذا أحسن مما تعطيه 10,000 ريال. فهذه اللغة الأولى لغة الحب، أسمعني، اللي عندهم معاه في البيت يعرف لابد يعرفوا اللي عنده حالة إعاقة من ذوي الإعاقة لابد تعرف لغة الحب عنده عشان أنا أعرف كيف أتعامل معاه، وأنظر للحالة ما أنظر للسلوك. يا سلام عليك، يا سلام، أنت ما شاء الله تبارك الله فلت. أنظر للحالة ما أنظر للسلوك. طيب اللغة الثانية، لغة الحب الثانية إيش هي؟ أنا الآن عرفت لغة حب واحد في العالم. ثاني أعرف لغة الثانية. ها؟ اللغة الثانية أهدني. أهدني. يجي واحد من أولادك أو من أفراد الأسرة أو الزوجة قد ما تمدح فيه ما يمدح، قد ما تقول له ما يمشي معاه أي شيء، لكن لو جبت له بسكوت ولا وردة أوه يطلع فيها السماء يشوفها شيء ثاني. أنت أمسك في هذه النقطة، معناته هذا لغة الحب عنده إيش؟ أهدني، يبغى حب الأشياء التوجيهية تجي بالهدايا. بيجي واحد يقول لك طيب أنا ما عندي استعداد أهدي له كل شوي، هو ما يبغى كل شوي بس يبغى يحس إنك أنت فاهم. أو في المناسبات لا تنساني، أو في الراحة والجاية لا تنساني. لما نكون أنا في السيارة فلان يبغى مثلا عصير، فلان يبغى كاتشب، فلان ما أدري إيش يبغى شيبس، ولا هو يبغى قهوة، أوقف وأروح هم يشتروا، أنا أروح للكافي وأجيب له كاسة قهوة. يا الله أنت إيش سويت فيه؟ غيرت الدنيا. إذا أنت أهديت شيء هو يحبه، لأن أنت دخلت على فين؟ فتحت الكتالوج حقه، دخلت على فين؟ على قلبه عشان تاخذ الشيء وتحطه في عقله الشيء اللي أنت تبغاه. هذه اللغة الثانية. اللغة الثالثة أعطني وقتك. أعطني وقتك. يعني كيف أعطني وقتك؟ أقول لكم برضو قصة في أحد الاستشارات. يقول واحد أنا عندي فيلا فيها حوش كبير، وعندي بنت واحدة جايب لها ألعاب الدنيا كلها، لكن أشوف البنت هذه مين سعيدة، مرة مين سعيدة، وقد ما ندلع فيها مين سعيدة. الأمر بسيط، الأمر بسيط جدا جدا. اتجه فين؟ لغة الحب حقتها. قال أنا إذا أخذتها معي، إذا جت عندي في غرفة النوم وطلعت معايا على السرير، أقعد أنقز أنا وياها فوق السرير، تنبسط مرة. إذا رحنا المسبح أقعد أنا أسبح معاها داخل المسبح. إذا رحنا البحر أنا وياها ننزل البحر ونرمي على بعض الموية، وإذا طلعنا برا ندفن نفسنا مع بعض في الرمل. إذا إيش لغة الحب حقها؟ إيش لغتها؟ أعطني وقتك، أعطني وقتك، أعطيني من وقتك، أعطيني من وقتك، خليك دائما جنبي. أتحاور معايا، كل ما تعطيني وقت. كذلك الطفل الأمريكي لما جاء لأبوه قال له أبوي أعطيني $5. أنا أفزع، قال له كيف أعطيك $5 وأنا أعطيك مصروفه وكل والله خاصم وسحب وراح الولد الطفل. الأب قاعد يفكر يقول إيش في شيء، في شيء لابد إنه صار شيء. راح للولد قال له تعال أنت ليش أنا كل يوم أعطيك مصروف؟ ليش تبغى اليوم $5 زيادة؟ قال له بابا أنا سألتك كم الساعة اللي تشتغلها؟ قال اشتغل $20. قال له بابا هذه طلع له من تحت المخدة حقتها $15. قال له خذ هذه $15 يا بابا، والخمسة ريال خمسة دولار اللي أعطيتني هذه فوق $20 أعطيني من وقتك ساعة. أعطيني من وقتك ساعة، يعني شوف المصاريف ما اهتم فيها، الدنيا كلها ما اهتم فيها، عنده مضرب التنس حقه وعنده الدنيا كلها، لكن كان محتاج وقت. هذه لغة الحب الثالثة. لغة الحب الرابعة ساعدني. في بعض الأطفال يبغى تساعده في أي شيء، مثلا
عنده واجب ساعده في الواجب، يبغى الدراجه حقته خربانه يبغى تساعده يصلح الدراجه، ساعدني هذا امر مهم بالنسبه له. النقطه الرابعه والنقطه الرابعه وهذه اهم شيء، التقارب الجسدي، التقارب الجسدي. وانا اقول لهم دائما بالذات الاطفال لما يكون عندهم حاله دعامه يحتاجوا الى ايش؟ الحضن الضم، لازم التقارب الجسدي يكون معاهم قوي جدا جدا جدا. هذه النقطه الخمسه قد تكون موجوده عند الاطفال كلهم بنفس النسبه، يمكن الطفل يحتاج لهذه الاشياء كلها، لكن قطعا تحتاج الاطفال ان كل واحد فيهم عنده نوع يعرف ما وصلتها، ترى انت ما تتواصل بالشيء اللي انت تبقى معاه. اذا لابد اننا نغير مهارتنا في التعامل ونتعلم اشياء جديده كيف نتعامل فيها مع ابناء. هذه لغات الحب الخمسه. ما ابغى اطول عليكم، بس حناخذ اخر محور. طبعا البرنامج هذا برنامج طويل وله شروحات وله اشياء كبيره جدا جدا. انا قدمت في جمعيه تمكن، قدمت في دوله الكويت، استفاد منه كثير، طلبوه كمان مره ثانيه في الكويت. نبغى منكم ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى وعد الرحمن في المجلس التنميه اننا نسوي البرنامج هذا وناخذ البرنامج كامل ونعرف كيف طرق التعامل في بيتنا، حاله كيف نتعامل معه. من اهم الاشياء اللي نحتاجها في التعامل مع الابناء خماسيه العقليه المرنه. ما نستطيع ان نتعامل مع الابناء بدون عقليه مرنه. يعني ايش عقليه مرنه؟ يعني ايش عقليه مرنه؟ هذا الامر الاخير اللي ما نعرف منه. ايش يعني عقليه مرنه؟ ايش يعني عقليه مرنه؟ اخوان مرنه. نحتاج للتعامل مع عقليه مرنه، انت كمدير، انت كاب، انت كام، انت مين ما تكون تحتاج للتعامل مع عقليه مرنه، والا والله العظيم تتعب 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 اذا ما عندك عقليه مرنه. دائما الشيء القاسي، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما جعل اللين في شيء الا زار وما نزع من شيء الا شار. ما هي اهم مواصفات العقليه المرنه؟ تفضل. يا سلام. يا سلام. هذه اهم صفات العقليه المرنه، نقول لكم هي بعدين، ايش كمان؟ أهم صفات معاملة طيبة، لما تيجي تسأل تجاوب بسؤال حلو، ما تيجي تتنرفز عليك كذا وتعصب إنه شايف حالة ومرافعة نفسها واللي تحت كلهم تحتها. يعني ساعات حتى لو مالي معاطة أنا بتجيني حالة نفسية من معاملتها. أكيد طبعا. نتكلم الآن عن العموم في بيتنا حالة. نتكلم عن الحالات كلها، يعني هذه أهم حالة. أيوه أهم حالة، جميل جدا جدا. ها يا سلام، أخيراً جبت لي مدرسة لتعقلية المريض، خلاص عرفناها. متأكد والله، لأن أنا اكتشفت التعامل مع بنتها راضي ما شاء الله. أنت أولين الله يحفظها. الإنسان يا سلام، ما يكون الإنسان صارم، يا هذا يا مناع، أنا أخذها برضه. إن شاء الله أخذها يكون مع الغنم في التعامل. يا سلام. وقت الجد ممكن يكون جد، وقت اللبس أنزل شوية، وقت الموقف يعني حسب الموقف. زي السيستم طالع ناس زي الموجه. انا صراحه الامانه اتعامل مع ابنائي مع اللي حواليا، اعطيهم عبارات انا هي انت اللي تنسى. يا سلام يا سلام يا سلام، ما شاء الله. هي تقول انا هي اللي تنسى سهله، ما شاء الله. انا اعطيهم القرآن. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
إذا إحنا محتاجين العقلية المرنة. حطيتوا خمسة مواصفات العقلية المرنة، حطوها طيب وممتاز جدا جدا، حتى فعلا إحنا نعرف كيف نتعامل مع أبنائنا. العقلية المرنة أول شيء تقبل جميع وجهات النظر، كل وجهات النظر العقلية المرنة تقبل. ما نجي نقول لا أنت على طول ما أسمع منك شيء، لا أنت وقتي مو كذا. الطفل الصغير عندك لما تتحاور معاه في البيت يقبل وجهة نظرك، بكذا تصير عقليتك مرنة. أبوك كبير السن يعني أكيد إنه حيكون عنده رؤية غير رؤيتك أنت اللي الآن موجود هنا. يعني واحد قاعد عايش قبل 70 سنة وأنت أبو 20 سنة الآن، هل تتفقوا في العقلية؟ هل تتفقوا في الرؤية؟ يا أخي اقبل وجهة نظره، ويمكن وجهة نظره أفضل من وجهة نظرك. فالعقلية المرنة من صفاتها أن تقبل جميع وجهات النظر من الأطفال، من المراهقين، من الرجال، من النساء، من المعاقين، من أي أحد يقبل. يقبل، لا تقول هذا ما عنده سالفة، إحنا مشكلتنا خليه ما عنده سالفة، طنشه. الكلام ما ينفع، هذه عقلية مرنة، إحنا في عقل زمن العقلية مرنة لها قيمتها. النقطة الثانية في العقلية المرنة، العقلية المرنة قابلة للتعلم باستمرار. وانا اقسم لكم بالله اللي جالسين هنا كلهم عقليه مرنه، لانه تو طالعين من فطور في رمضان وعندكم استعداد للتعلم، صح ولا لا؟ اذا عقليه مرنه ولا ما عقليه مرنه؟ العقليه المرنه هي التي قابله للتعلم. ترى اذا ما انت قابل للتعلم الان لن تستطيع ان تتعامل مع هذا الجيل، جيل السوشيال ميديا. ما تستطيع، هل عندك عقليه مرنه؟ والا حتعيس في صراع داخلي هيغير وجهات نظرك كلها. حتتعب في الليل والنهار، حتبقى زي الكاميرا شغال، وزي المسجل قاعد يسجل، وزي الهاردسك قاعد يخزن، ويمتلي عندك العقل الباطن، وتصير دائما مشحون، ويجيك الضغط، ويجيك السكر، والله يعين. فلذلك لابد تكون عندك عقليه مرنه. من مواصفات العقليه المرنه النقطه الثالثه، العقلية المرنة تؤمن أن كل شيء يحتمل الخطأ والصواب. ما في شيء صح اسمه 100%، ما في شيء اسمه صح 100%. في شيء يحتمل الخطأ وشيء يحتمل الصواب، فلذلك فارق نؤمن بهذه الأشياء. لذلك لما تنظر لسلوك أي أحد لا تعتقد أنه هو من عالم الملائكة موجود. ترى الشيء الناس الوحيدين المخلوقات الوحيدة التي لا تخطئ هي الملائكة، هي الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللي يبغى يجيها السكر والضغط يعتبر عينه ما يبغى، يعيشهم في مثالية زائدة. لا تعيشوا أنفسكم ولا أولادكم في مثالية زائدة. غلط غلط غلط. لابد أن نؤمن أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث، لو لم تذنبوا وتستغفروا لذهب الله بكم وأتى بقوم آخرين يذنبون ويستغفرون ويغفر الله. شايفين كيف العقلية المرنة عقلية محمد صلى الله عليه وسلم؟ قبل الشاب اللي زني، اللي طلب الزنا، قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، عقلية مرنة. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل اليهود والنصارى والمجوس في المدينة والمنافقين، وقبل كفار قريش، وقبل الدنيا كلها، حتى استحوذ على عقولهم وقلوبهم. عدي بن حاتم يجي وهو قس إلى يبغى يشوف الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو قس جاء نصراني، جاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم، استقبل الرسول، دخلوا البيت، وكان عند الرسول في المجلس بسادة واحدة كان يجلس عليها، أخذها الرسول صلى الله عليه وسلم من تحته، بعد الرسول على الأرض ودفع المسادة إلى عدي بن حاتم. لما شافها قال عدي بن حاتم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، والله إنها لأخلاق نبي. عقلية مليئة بالمرونة، بالليل جاب الأشياء هذه كلها، ذكاء اجتماعي عالي، ذكاء عاطفي عالي جدا جدا. هذه العقلية التي نحن نحتاجها، عقلية محمد صلى الله عليه وسلم، حتى نتعامل مع أي أحد في البيت سواء له إعاقة أو غير إعاقة. العقلية المرنة توقعاتها دائما مرنة، لا تتوقعوا شيء عالي علشان ما تنصدموا، وخلوا توقعاتكم دائما مرنة في الوصول. يجي واحد يقول لا والله أنا أبغى يجيب 100% علشان يدخل كلية في الطب، جاب 98 خلاص هذا خاشن ما ينفع ولا شيء، نرمي في الزبالة. لا، لازم تتوقع أي شيء بظروف معينة، ما جاب الدرجة كاملة، الله مو قادر له إنه يجيب الدرجة كاملة، لأن الطب ما ينفع له مثلا، أو الهندسة ما تنفع له، لازم ينفع له المجال الثاني، فوجه الله سبحانه وتعالى هذا الشيء. النقطة الخامسة وهي
والله لو تتعدى الخط هذا لا بس يجي. هذا كلام صح؟ لا، المفروض عندك قاعة الدستور، خليه يلعب في القاعة هذه كلها، خليه يلعب في القاعة هذه كلها. العقلية المرنة دائما عندها مساحات واسعة، لا تحجروا الشيء الواسع، ياك يصير كذا ولا ما يصير. لا، ما تلبس العباية على الراس، ما تلبس العباية على الكتف، لا ما تخرج في الساعة الفلانية، لا ليك متأخر. وأقوم أنا أكسر الدنيا كلها على أشياء كلها تعتبر لو احنا استخدمنا فيها المرونة نستطيع أن نحل كثير من المشكلات. فدائما لا تحطوا خط فاصل، لا تحطوا خط فاصل، خلي عندكم مساحات واسعة يتحركوا فيها أبناءكم، تحركوا فيها أنتم المعاقين، ذوي الإعاقة، ذوي الاحتياجات، الناس العاديين، المدير اللي يقول لهم لا لازم تجي من الساعة 7:30 إلى الساعة 2:30 ما تخرج، طيب أنا جالي ظرف إيش أسوي؟ هل هذا يعتبر مدير؟ لا، هذه إدارة دكتورية خلاص، هذه ماتت الإدارات كلها. الآن إحنا محتاجين الإدارات الديمقراطية اللي عندها مساحات واسعة يتحركوا فيها الموظفين، يتحركوا فيها كل الناس، فنحن محتاجين العقلية المرنة بالذات في عالم الإعاقة وذوي الإعاقة. الموضوع طويل، فأبغى أشكركم كل اللازم، إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى نعطي وعد من الرحمن إن نقدم في هذا المكان بإذن الله سبحانه وتعالى موضوع كامل للأسر جميعا بإذن الله سبحانه وتعالى. وعد خلاص إن شاء الله بإذن الله، هو أعطانا وعد. إحنا يهمنا طبعا الموضوع هذا، يهمنا دور الأسرة وكيف نتفق ونسرع حول هذه المواضيع. أنا شاكر ومقدم لكم جميعا حقيقة اليوم احنا نقول اليوم عندكم كل الشغل والتقدير لاصحاب المبادره وعلى هذه الجهود وعلى هذا التقدير وعلى هذه الفرحه المرسومه على وجوه ابنائنا من ذوي الاعاقه. كما اشكر الدكتور فهد على ما قدمه من اثراء وفرحه لابنائنا في هذا اللقاء الخفيف والجلسه الحواريه الجميله. بالعكس نادي التنمية بين يديكم، انتم حدد الموعد واحنا ننفذ. وكل الشكر لجمعيات المشاركه، جمعيه جنا، جمعيه همم، جمعيه مراكز الاحياء، جميع مركز مهارات العمل التطوعي، الفرق التطوعيه، وكل من ساهم في هذه المبادره الجميله لافطار صائم لذوي الاعاقه لعامه الثاني. كل الشكر والتقدير على هذه الجهود المبذولة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الشكر والتقدير لمركز التنمية الاجتماعية على هذه الجهود المبذولة وعلى هذه الأريحية وعلى هذا الاستقبال. بس احنا قلنا الطلب قالوا تحت أمركم، يعني انتم الآن بس نبغى نشوف جمعية من الجمعيات. الأستاذ عبد العزيز المقنص لو يسمعنا، أستاذ عبد العزيز، أستاذ عبد العزيز المقنص في مشاركة هنا لو يسمعنا. أستاذ عبد العزيز المقنص الآن مركز التنمية الاجتماعية على استعداد أن نقيم هذا البرنامج للأسر جميعا اللي عندهم ذوي الإعاقة في هذا المركز، فهم يحتاجوا مركز مهارات لكي ينسق هذا اللقاء، واحنا مستعدين نقدم اللقاء. طبعا كل اللقاءات مجانا، كل الاستشارات مجانا، وكل اللي تحتاجوه مني مجانا. الله يعطيك العافيه. بس تبادروا الان الكوره في ملعبك انت والاستاذ، خلاص انا وياك خارجين من لعبتك. لا بالعكس بالعكس، يعني احنا بيننا وبين مركز مهارات العمل التطوعي في شراكه مجتمعيه مسبقه في تنفيذ العديد من البرامج باذن الله سنرى النور قريبا. خلاص بعد العيد احنا على موعد. على خير. بعد العيد ان شاء الله احنا على موعد. يمكن الوقت يكون مسروق الان.